مشاهد كارثية في زلزال أفغانستان، أطفال فقدوا أهلهم وألاف المنازل المدمرة ومشردون في العراء. ومع توقع ارتفاع عدد الضحايا، واجهت عمليات الإنقاذ عراقيل عدة، منها الأمطار الغزيرة والتضاريس الصعبة والألغام، وأكثر من ذلك غياب المنظمات الدولية وفرق الإغاثة التي غادرت البلاد بسبب حكم طالبان. لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المناطق الأفغانية التي ضربها الزلزال، ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة. الجهات والمنظمات الإنسانية سخرت جهودها في استجابة فورية والتعاون مع السلطات في أفغانستان لمواجهة هذا الحدث. من كابول ينضم إلينا رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان. أستاذ رامز، بهذه الكارثة الإنسانية التي حصلت بأفغانستان، كانت دائما الأمم المتحدة بآخر تقرير تقول بأن هناك 90% من الشعب الأفغاني يعانون من الجوع. اليوم مع هكذا كارثة إنسانية وبظل الأوضاع الاقتصادية، ما هو الوضع الإنساني بأفغانستان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوضع في أفغانستان يستمر بكونه صعب جدا. حوالي نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية الملحة. عانت أفغانستان لسنوات طويلة من النزاعات والحروب والدمار، وهنالك أيضا جفاف، والمحصول ليس جيدا خاصة في المناطق النائية، وال الزراعة أداؤها غير جيد. في هذه الأوضاع بالذات الرجال والنساء يواجهون مشاكل كبيرة، والسكان بشكل عام ليس لديهم ما يكفي من الطعام، والنشاطات الاقتصادية ضعيفة. الوضع الإنساني يبقى صعبا جدا في أفغانستان. اليوم بالمنطقة المنكوبة هناك مناشدات من قبل طالبان، مناشدات من قبل الأهالي، من قبل السكان لمساعدات دولية، لوقوف المجتمع الدولي إلى جانبهم بهذه الكارثة. ماذا فعلت الأمم المتحدة بهذا الشأن؟ وهل ما قدمته حتى الساعة هو كاف، خصوصا أننا نرى أن الوضع الإنساني مزري؟ طالبنا ب 8 مليارات دولارات للمساعدة للأوضاع الإنسانية في أفغانستان هذا العام. إلى الآن تلقينا وعودا بمبالغ أقل من 4 مليارات، أكثر من 3 مليارات بقليل التزموا بها، ولكنها لم توزع أو تسلم إلى الآن، وهي أقل بكثير ما هو ضروري عندما نتحدث عن الأوضاع بعد الزلزال الذي حصل الآن أو قبل 48 ساعة. في ظل هذه الظروف تمكنا من توفير 10 أطنان من المعدات الطبية، كما نشرنا 18 فريقا طبيا متنقلا إلى الموقع، وكذلك وزعنا اليوم 600 مادة منزلية، كل واحدة تغطي حوالي 4 أو 10 أشخاص، أي 6000 شخص سيستفيد من الخيم وكل المعدات التي أوصلناها. ونحن نوسع نطاق مساعداتنا لتشمل المساعدات النقدية. ففي اليوم التالي سأقدم مناشدة للمزيد من الموارد، خاصة تلك المطلوبة لضحايا الزلزال الذي عانوا كثيرا إلى الآن في تلك المناطق. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بآخر مناشدة أو تصريح له عن أفغانستان وصف الوضع الإنساني هناك بأنه الأسوأ على الإطلاق. اليوم مع هذه الكارثة الإنسانية نتحدث عن وضع أسوأ بكثير. ما هي المناشدة التي تطلقونها اليوم للمؤسسات الدولية، وكم ينقص لتأمين الأساسيات للسكان المنكوبين هناك؟ يجب أن نستمر بالاهتمام بالمساعدات الإنسانية وحياة سكان أفغانستان بشكل عام. وبهذا الخصوص أرحب بمبادرة المؤتمر الإسلامي لتأسيس صندوق، ونحن نطالب مزيد من الدول للمساهمة في النشاطات الإنسانية، وكذلك لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان مثل الزراعة.
والبرامج المرتبطة بخلق الوظائف البسيطة داخل المجتمعات لكي لا يتلقى الأشخاص فقط المساعدات الإنسانية والطعام، بل كذلك الدعم للمعيشة ولكي يتمكنوا من الزراعة وتقديم المنتجات الزراعية إلى الأسواق وبالتالي توليد الدخل. إذا لم نبدأ بالمضي في هذه المسارات سيكون صعب جدا على حل هذه الاحتياجات الإنسانية طويلة الأمد في أفغانستان، لأنها تواجه كارثة إنسانية بحق. فيجب أن نستمر بتوفير الغذاء والمساعدات بنطاق واسع حتى المساعدات الطبية، وكذلك يجب أن ندعم أساليب المعيشة. اسمح لي أن أنتقل إلى سؤال أخير وجواب مختصر لو سمحت. هل لديكم أي إحصائيات حول أعداد القتلى والجرحى، وخصوصا أن الصليب الأحمر قال أن الأعداد مرجحة للارتفاع؟ الأعداد ستتزايد، ما أكدناه إلى الآن هو حوالي 1000 شخص لقوا مصرعهم، ولكن هذه الأعداد تتزايد. قدمت إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، والرقم الذي أكدت عليه هو 780 ضحية، حوالي أو آلاف من المنازل دمرت، وحتى صباح الغد هذه الأعداد ستتزايد لأن المزيد من المعلومات تردنا. كما نعرف فإن كل بيت دمر فيه أكثر من عائلة، والعائلات الأفغانية كبيرة ومعدل بين 7 إلى 8 أشخاص في كل عائلة، فنستطيع أن نقول بأن عشرات الآلاف من الأشخاص يكونوا بحاجة لمساعدات فورية. هذا هو الموقف الحالي، وستردنا المزيد من المعلومات ونفصح عنها حال ورودها إلينا ولتقديم المساعدة. شكرا لك أستاذ رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان.